عزيز قرطيط، سن 32 سنة، من مدينة الدار البيضاء، مقاول ذاتي في مجال الحلزون. المشروع ديالي كيتمثل في استخراج المادة الخام، المادة الخام اللي في الحلزون اللي هي لعاب الحلزون. الميزة اللي كاينة هي الطريقة ديال الاستخراج، أنك كنستخرجوا المادة اللي كنستخرجوها كتخرج طبيعية، ما فيها ما زيد عليها حتى شي مواد حافظة، ما زيد عليها لا ماء لا حتى شي حاجة، كتبقى كيما هي، كيما كتستخرجها من الحلزونة كيما هي. الحلم ديالي هو واحد النهار نزيدوا بهذا القطاع ديال الحلزون، نزيدوا به لقدام ونحاولوا أننا نطوروه ونوصلوه ونهيكلوه، لأن قطاع مهم وقطاع فيه تدخل مداخل كثيرة، ولكن القطاع اللي باقي غير مهيكل. جدي متابر. شفنا البورتري ديال عزيز قرطيط، 32 سنة، عزيز مشروعك وتربية الحلزون مع بيع لعاب أو لعاب الحلزون. المشروع ديالي هو استخراج المادة الخام اللي هي لعاب الحلزون. لعاب الحلزون هذا اللي كتركز عليه. فوالا، وإعادة تدوير نفايات الحلزون، الكوكياز ديال الحلزون، عاودنا صايبنا بواحد الصيغة جديدة إن شاء الله. أمامك لجنة التحكيم، تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرائحة قوية. سي جونتي بو ميديا. سي كوا هذا التدوير ديالهم؟ ها؟ سي بي؟ هذا داك القشور ديالهم. سي كوا؟ جو سي با. السلام عليكم، عزيز قرطيط، سن 32 سنة، من مدينة الدار البيضاء، مقاول ذاتي في مجال الحلزون. اليوم البروجي ديالي اللي كان باغي نتكلم عليه هو المادة الخام اللي في الحلزون، اللي هي لعاب الحلزون. هاد المادة الخام اللي في الحلزون، الحمد لله بحكم التجربة ديالنا في المجال ديال الحلزون اللي كتفوق واحد 16 سنة، حاولنا أننا نلقيو عليها واحد الصيغة جديدة، اللي حاولنا نستخرجوها بواحد الطريقة اللي تقليدية وعصرية، الحمد لله اللي ما كتوفرش عندنا في المغرب حاليا، الحمد لله. من هنا جات الفكره ديالنا اننا كنستخرجوا هذه الماده الخام اللي هي لعاب الحلزون، تنستخرجوها بواحد الطريقه، وميم طو كنحافظوا على الحلزونه، العكس ديال المستثمرين الاوروبيين اللي كيستخرجوا الماده ديال لعاب الحلزون والحلزونه كتموت. حنا الحمد لله الحلزون ما تيموتش عندنا، كنقدروا نستخرجوا لابا في ديسكارغو، وبقى عندنا كنستخرج الماده الخام اللي هي لعاب الحلزون، تنستخرجها بواحد الطريقه اللي كما اشرت لكم، بواحد الطريقه اللي ما كتموتش فيها الحلزونه، ومهم طو كنستافدو حتى في لو بخي ديالها، حاولنا اننا الثمن ديالها اللي هي السعر ديال لعاب الحلزون تيفوق وزن الذهب، الحمد لله حنا قدرنا اننا ندخلو للسوق بواحد الثمن اللي نقدر نقولو رمزي، اللي هو تيوصل لواحد 10,000 درهم، حنا الحمد لله في السوق اللي تنبيعو فيه غير ب 2000 درهم، وعندنا الحمد لله الزبناء ديالنا في جميع انحاء المغرب، الحمد لله اللي عندنا الحمد لله زبناء في جميع مناطق المغرب، وتلاقينا عروض من دول الشرق ومن شمال اوروبا، الحمد لله.